أم إيمان، سلام عليكم يا أم إيمان. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله على صوتك، اتفضلي حبيبتي. بقول لحضرتك، نعم. أنا بنت لماما، أنا واحدة، أنا بنت واحدة لماما. طيب. وما عندهاش اللي يعولها يا دكتورة، لا بنت ولا ولد. وأنا ببقى ساعات أساعدها، وقلت لزوجي يعني هبر والدتي من وراك ومن قدامك، وانا احراجا منه ساعات ببرها من وراه، رغم ان انا قايله له، بس انا حاسه بالذنب، بس انا بقول يعني بصلها من باب الجميل او رد الجميل او بر الوالدين يعني، وانا قلقانه وحامله الهم بصراحه. يعني هو جوزك منعك عن بر والدتك؟ هو مش بررني يا دكتوره، هو بس يعني انا بتحرج منه. انت ايه؟ انا بتحرج منه، انا يعني بحس بخجل من ناحيته. يعني هو مانع، هو مانع انك انت تبري والديكي او امك؟ لا هو مش ممانع، بس انا ما بعمل حاجه من وراه ببقى عشان محروجه منه بس. لا محروجه ليه؟ ليه مش من مالك ولا من ماله؟ نعم، من مالك ولا من ماله؟ هو بتدي هو لامك وأنا او والديك؟ انا ماليش ذمه ماليه خالص، انا نعم؟ مش ذمه ماليه خاصه. ليكي ذمه ماليه خاصه؟ ماليش، لا مالكيش. انا تقريبا طول النهار معاه في الشغل. يعني هو كل الفلوس ملكه هو؟ ملكه هو، بس انا شغاله في البيت، بشوف طلبات البيت، ومعاه في شغله برضه في المحل وكده. يعني انت مالكيش دخل اخدتيه من اهلك قبل كده، ولا اجره عمل، لا. ولا حاجه؟ لا ما خدتيش، ما عندكيش اجر يعني، هو بس اللي متكفل بيكي؟ يبقى للاسف زي ما بقول الشديد، لحضرتك يبقى انا للاسف معاكي كل حاجه يا الشديد دكتوره. يجب اذنه، لان ماله، مادام ده ماله، وهو للاسف الشديد انت ما عندكيش ذمه ماليه، وهو المفروض من باب الود بين الزوجين ان هو يخصص لك جزء من ماله، يبقى باسمك عن طريق الهبة، بحيث انت تشيليه لما تعوزي اي حاجة تشتريها لنفسك، او عايزة تجيبي حاجة لأهلك تجيبها لهم. لكن يعني هذا الرجل يدوب يعني بيعيش اللي هي الطاعة المحدودة وبس. طب ما على المحسنين من سبيل، طب ما تخليك عندك إحسان وفضل وزيادة، وتد لزوجتك جزء من مالك باعتبار يبقى ملك لها، وهي مش هتوديني حموك، هتقول لك انا هودي لكذا، هجيب هديه لكذا بس. يبقى انت كده بقى ايه، وصلت لمرحله الاحسان اللي ربنا بيقول لك ايه، للذين احسنوا الحسنى وزياده. شوف بقى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يبقى وشهم منور كده دايما، عشان هما مش بيدوا الواجب وبس، ده بيدوا أزيد من الواجب. فربنا معاكي. لكن يا بنتي عشان تبقي راضية ربنا حبيبتي، إذا كان بخيل بخيل وناقصك حاجة، يبقى تاخدي منه بدون إذنه، تاخدي على قد اللي ناقصك. إذا كان بينفق عليك النفقة الشرعية، يبقى عليه إن هو يخصص لك جزء من أمواله عشان أنت تتصرفي في هذه النفقة. وربنا معاكي يا أم إيمان.